السلام عليكم. سميتي بالقزيز تشفين، ما بقيتش باغي نشوف خوتي المغاربة كيموتوا في البحر يوميا. خواتاتنا المغربيات كيبيعوا في أجسادهم من أجل لقمة عيش. المشكل اللي عندنا في المغرب وهو الملكية، ملك يعني كياخد جميع ثروات البلاد، 80% ديال الاقتصاد المغربي قابطه بين يديه، وفوق هذا كنزيدو نخلصوه 800 مليون في النهار على ود القصور. ما كاين، ما عنده حتى شي رغبه للتغيير، ولهذا وجاء فوق هذا جميع السلطات بين يديه. ولهذا نطالب باقامه الجمهوريه المغربيه. وقع لنا ما نديرو بهاد الملكيه اللي ما بغاتش تفهم، ما بغاتش تغير، وما بغاتش دير واحد الحد لهاد الخروقات ديالها. ناهيك على خروقات كثيره في حقوق الانسان والقراعي، وخوتنا اللي كيتعذبوا في السجون وحيدوا لهم الاظافر ديالهم الى اخره من شتى انواع التعذيب. Io sono stufo di vedere i miei confratelli morire nel mare ogni giorno, e le nostre sorelle vendere i loro corpi per un pezzo di pane. Al Marocco, l'unico che sta vivendo alla grande è il nostro re, visto che ha tutte le ricchezze naturali in mano, l'80% dell'economia. In più dobbiamo pagarlo più di 800.000 euro al giorno per i suoi palazzi. Non ha nessuna voglia di cambiarsi e nessuna cosa, nessun cambiamento si farà se non cambiamo veramente tutto il sistema. Io sono per il movimento, per una Repubblica Marocchina. Viva il movimento repubblicano marocchino. Grazie.